بشرى سارة وزارة العمل رئيس هيئة الحماية الاجتماعية يعلن إطفاء الديون المترتبة بذمة أسر الشهداء. أعلن رئيس هيئة الحماية الاجتماعية في وزارة العمل الدكتور أحمد الموسوي إيقاف هيئة الحماية الاجتماعية إجراءات استرداد المبالغ المتجاوز عليها بذمة أسر الشهداء حسب ما جاء بقانون الموازنة. وأوضح الموسوي إن إيقاف الاسترداد نفذ ابتداء من 1/9/2023 وستقوم الهيئة بجمع المبالغ المتبقية بذمتهم لأخذ الإجراءات القانونية والموافقات الرسمية بإطفائها. المركز الإعلامي في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. إذن ألف ألف مبارك مشاهدينا الكرام، هذا الخبر لكم وتحياتي الإعلام علي الدلوي.